السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج ناسنا بسوق ما مصورين به لاول مره. سوق الداكير، سوق الداكير سوق تاريخي وسوق عريق من اهم اسواق البصره ويعتبر مركزي ورئيسي هذا السوق. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ حياك الله حبيبي. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. الاسم؟ حسين. حياك الله ابو علي. بعد روحي. شو عجب المفروشات؟ بعد شو تسوي؟ الوحيدين هنا بالسوق انا. الوحيدين مواد منزليه. مواد منزليه هو بعد اللي يشتري جهاز العريس جهاز البيت هم ياخذ، يحتاج له سله، يحتاج له ترمس. صحيح. ايش قصار لك بالشراي وعلي؟ صار لي تقريبا 6 سنين. المحل لك ان شاء الله؟ لا مال ابن عمي. ها وانتم معله قلب واحد؟ قلب واحد ان شاء الله. ايه شو اخبار السوق اليوم، الحركه بالسوق؟ والله اليوم حاليا تعبان بس امس شو زين. اي اليوم شنو على جيتنا شنو؟ لا لا هي بعد هي يوم ويوم، شلون نقول اكو سلام رواتب اي تنزل العالم. صحيح. اي تنزل للسوق. الحركه دائما تصير بايام المناسبات، يعني انا اعرف مثلا حركه الداكير اكو على راس هوان. اي صحيح. اي بعد هي اقول لك هي دائما يوم خميس او يوم جمعه او هيك شغلات. أي. احنا نستغل هاي الفرصه فيصير سوق، خصوصا بالشتاء هسه بدايتها موسم. بالفعل. زوج ولا ابو علي؟ الحمد لله وشكرا. متزوج. متزوج؟ متزوج. الحمد لله وشكرا، الله يوفقك ان شاء الله. رحم الله والديك. نعم اعزائي المشاهدين، تواصل معكم برنامج ناسنا وناسنا الطيبين. شلونك حجي؟ حياك الله. شو اخبارك يا طيب؟ الله يسلمك. شو صحتك؟ الحمد لله. جايبتك الحجي من السوق؟ اي والله دمرتني الدمر. ليش دمرتها؟ ما خلت على شيء. انت دمرتها. عموما ترى الكاميرا. لا 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 ما لا. شو صار لك ساعة تحكي وانت؟ لا ليش؟ ابو علاء تفضل. ايش راح تشتري من السوق ان شاء الله؟ اشتري خاوليات، اشتري جهز العريس. اه اي وين العريس هو؟ مو هنا. علاء كبير هو؟ اي علاء كبير. اه. ايش صار المهر مالته؟ مهر 5 ب5. اه. زين زين الحمد لله. ما وصل وياكم كلام. يطلبون كيلو ذهب، يطلبون مليار ما ادري ايش. خلاص هاي الراقيات هاي ما نقدر نحشي، ما نقدر نتطلب. وين قاعد الحجي؟ 5 سنين قاعد. تعايم علاء يقول دمرتني. ليش هاي الناس الراقيه؟ الله مطيه ما نجوا على الله والعماله وكل شيء. الله يسلمك ان شاء الله. علاء طيب. الله يعافيك. نعم اعزائي المشاهدين، تواصل وياكم ان شاء الله هذه الحلقه من برنامج ناسنا. والناس بدات تستعد، هذا اللي يجهز عرس، هذا اللي يجهز بيت هنا، وجماعه هنا المحلات ما مقصرين ويا الناس. شلون حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ يا والله حيلك. هلا بيك. زين ما طحنا؟ لا لا ما طح. آه. والله صنطة عامة احتمال. شو اخبارك؟ والله على الله الحمد لله. محلك هذا ان شاء الله؟ هاي محلي، هذا محلنا. يا البركه ان شاء الله. الله يهديك. انا تونا اقول انه الناس مثل تجيب اللي تجهز للاعراس، عندها افراع، عندها مناسبات، انتم ما تقصرون وياهم؟ لا ما نقصر، بس الاسعار غاليه. من التجار من هناك؟ اي من الصين والقمرق والنقل غالي. أيه. والاضافه دولار. اثر عليكم وايد. هواي هسه ذاك اليوم 45 46 47 48 و200 هسه. شلون ما ياثر؟ وهاي يعني وبراس المواطن. السلعه على المواطن. المواطن والسلعه هاي مثل تصعد عليهم ما يشتري المواطن. انتوا ساعتكم تجيهم بغداد لو ناس تجيهم؟ لا لا لا، الناس تسوق من تركيا، ناس من الصين، ناس من اي دوله. ايه ناس تجيب من بغداد. منين يجيبها؟ هم يجيبها من الصين ومن تركيا، من اي دوله. زين يصعد. انت هم رايح للصين تسوق؟ اخوي يروح. اخوك يروح. ايه. هو يجهز محلكم هناك؟ يجهز. زين مختلف النوعيات، مختلف الفراشات. اصل هذه فراشات تركي، اكو ايراني. شباب صورونا الفراشات. هذا ايراني، هذا تركي. ايه مثل الفرش ذني الصينيه، عندنا هناك فرش بذاك المحل، ذاك كله صيني وتركي بيه. زين. وموديلات مختلفة؟ وموديلات اكو مثل شعبي، اكو صاعد، اكو متوسط، على الدرجات، على النوعيات. زين، هي هاي انتم مهنتكم صار لكم سنين فيها؟ هواي بيها. ايه هواي بيها، بس السوق واقف. بالفعل. موسم هسه لازم، هسه موسم تصير حركة، الشتوي لازم يشتغل، الصيفي يجي بالموسم ماله يشتغل، بس السوق قاطبة واقف. ماكو حركة. سبب الدولار، موازنة ماكو. تأثر تأثر الناس بالدولار، يعني البضائع صعدت، فمشكلة هاي يعني. لا موازنة صفر. ايه. يعني هسه تطل موازنة تشتغل، مقاول يشتغل، العامل يشتغل. وواحد على واحد. وشركات تجي. ايه. تشتغل، تجهيز شركة، أكثر شيء تجهيز شركات. صحيح. هسه ماكو، هاي قاعدين زين بنطلع فلوس لاجار. وياك عمال يشتغلون؟ وياي عمال، هاي اثنين ذولي. اثنين؟ ثقافة تبطلهم انه ابدا ماكو شغل. والله مو لو ما ولدي اختي بطلتهم. بيناتنا الله. مشكور حجي. حبيبي بعد روحي. ان شاء الله يرزقكم رزق الحلال ان شاء الله. نعم اعزائي المشاهدين، بالفعل
الان الناس متاثره بسعر الدولار، السوق متاثر بسعر الدولار. نعم اعزائي المشاهدين، تواصلكم برنامج ناسنا وشبابنا الطيبين الحلوين. شلونك حبيبي؟ حياك الله. مين؟ شو اخبارك؟ يا بعد عمرك. كل الاسم منتظر. منتظر ابو صالح، شلونك؟ يا بعد عمرك خير، ذاتكم خير. مدرسه تارك؟ تارك. تارك ياسف تركي؟ تارك اول متوسط. وجيت للمهنه هاي؟ وجيت هنا. المحل هذا لكم؟ ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقك. شلون شغل المفروشات؟ نعم الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله. تجهيز اعراس، تجهيز مناسبات، اي شيء، تجهيز اعراس، غرف. ايه. ليش يشلعون قلبك الزبائن؟ لازم يطيح. لازم يطيح. لازم. هو جاي من قصدك. بعد عراقي. زين. انتم ايش قد تخلوا على السلعه هاي مال التطياح؟ يعني تعرفون راح تطيحون ذني. اخلي ادري انا الجاي اعرفه ايه. يريد يطيح لو ياخذ، اللي يريد يطيح اخلي زايد خمسه. ايه. سته. انت تطيح نطيح. اطيح كلهن ياخذن على حسب السعر اللي اريده. 5000 1000 يطيح من عندها. يعني حسب المشتري. زين، يجيك مرات الريس سبورتس يدفع؟ اي. موجودين ولا؟ موجودين. اي بعد عباسه. عباسه يجي ما يقول لك، قبل يقول لك خلي. حلو، انت بتتزوج ولا؟ انا لا. وراك نية الزواج ان شاء الله؟ لا. ايش حاجه؟ شو اسوي الزواج؟ خلنا نطلع نسافر شيء. وين مسافر؟ وين رايح؟ ها؟ اريد نسافر. انت ما مسافر بعده؟ لا. اي دولة ما رايح؟ اي دولة. الله يوفقك ان شاء الله. الله يهديك، الله يخليك. وان شاء الله رزقك المرأة الصالحة والذرية الصالحة. الله كريم. هاي. كمل دينك. لا تعول على السفر. حبيبي منتظر. مشكور. يا طيب. مشتغل مخرج؟ سلام عليك. لا يا ابي، وين المخرج؟ ولا شايف المخرج اصلا. التمثيل ما شايفه. سويت رفعه هاي. هاي شوفها بالمقاطع. ايه والله العظيم. بس شو يسوون؟ ها؟ شو يسوون؟ والله مقطع هذا من شو اسمه يمثلونه. ايه؟ يقول واحد اثنين ثلاثه و حركتك. حلوه هاي. شو شغلك بالسواجي؟ والله هسه تكفي الحمد لله والشكر. مو فضل والله. جماعه المرور مأذينكم؟ مو لا والله زينين يعني نوعا ما. عرف؟ لا ماكو عرف. والله ماكو عرف. شو انا دائما امر عليهم القاه كاظم سجل ويكتب. هو طبعا يكتب اكو يعني بالموضوع ما يكتب. هو العراق كله تجاوز. ايه؟ والله العراق كله متجاوز. كله ساجين وش اسمه. هسه زين ابو ما قص لي كان كان قبل يقصون اثنين وثلاثه دفاتر. هسه زين هالايام. نعم زين. هاي اشوف دائما حركه البيكمات هنا الناس. والله يا حجي مدينه تكتك وستوتي احنا. والله العظيم تكتك وستوتي والدراجه. انت ايش سولف لي؟ مو سولف لي على ابو الموضوع. زين ما يخالف. اي هسه البارحه قياده الشرطه قررت بعد ممنوع دخول التكتك وستوتي. والله هذا بس حكي. تكتك بصفنا. اي هو التكتك وستوتي ويجيبون ومو يحاسبه بدون رقم وبلد تايح على بكرة أبي بعد. أنت ميز حاج كله. كلش ميز بس رحمة الله موجودة فوق. أبو منت. أنا؟ إيه. أبو رقية. أبو رقية. الله يحفظك إن شاء الله. الله يهديك. يوفقك. بس هذول جماعة التكاك يزعلون عليك. والله خليه يزعلون. آه. والله الحقيقة أنا بالنسبة لي. اليوم طالعين مظاهرة هم. وين خليه يطلعون؟ دولة والله المفروض الدولة تحاسبهم، يعني الدعم يدعمك هو عليك. ما يصير هالشكل، أنت لازم تحاسبه مثل ما تحاسبه بالسيارة. صحيح. صح ولا مو صحيح؟ صحيح. انا ذاك اليوم هنا دعمت ها؟ الحسيته واحد، ليش؟ ما اقدر احاسبك، بس احاسبك اللي القانون ماكو، لا يحمل مغفلين، وانا مغفل صرت. حشاك يا ابو رقية. حبيبي وفق ان شاء الله. حياك. جماعه هنا توسيع على حكيك. ها؟ الجماعه. معدل رافي. علي. الصغيره هذا. رافي؟ ايه. بعد عندنا واحد اسمه ابو سامي، ابو سامي ذهب ذاك. نا ولو كلهم اخواتنا. شنو شايفه من رافد ابو رقية؟ معدل. اه والعباس. شو شغلك بالسوق؟ ها؟ عم سايق؟ انا سايق تاكسي يا شيخ. ايه. شو وين تروح؟ شو اشوفكم؟ اشوفكم يعني ما شاء الله علاقتكم حلوه. والله اخوه هنا. أنا ما بيناتكم غيره على الكروه؟ لا 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 هاي الكروه تروح وتجي بس صعبه تخرب على متكروه ما تسوى. صحيح صحيح. اي نعم صعباتنا صعبه احنا. الله يوفقكم. والله حبيبي يا طيب. تسلم. تسلم. نعم اعزائي المشاهدين، تواصلوا وياكم بهذه الحلقه من برنامج ناسنا وهاي الضحكة الحلوة ضحكة. شلونك حجي؟ شلونك انت؟ شو اخبارك؟ هاي من الفرات؟ فرات بيها البركة حجي. كلكم خير وبركة ان شاء الله يا ابن العراق. الله يسلمك. يحفظك الله ويديمك. عرس عندكم بيت جديد؟ لا والله ناس على باب الله. ها؟ اي. هاي سيارتك مو؟ لا مأجرها. أجرها؟ موافق ان شاء الله حجي. سولف شنو قصد من البرنامج؟ انت ما دام قلت على باب الله بعد انت عندك محل. اي قول. اي. شلون الشغل حجي؟
والله اكو اسباب عديده. لا حركه السوق متوقفه. اسباب عديده، اولا خلال هاي الفتره والسنين اللي مرت علينا الناس بحاله معيشيه افضل مما كانت عليه بزمن الملعون، فصار اكتفاء بالبيوت. المرأة كانت عندها عبايه هسه عندها 3 عبي بالكنتور. صحيح. اريد هذا الحكي يوصل بعد يوصل عمك. يوصل اي مو اللي هناك وتقصون علينا. لا يوصل زين بعد روحي. من جهه، من جهه ثانيه انه حركه الدولار بالصعود والنزول والظروف السياسيه وغيره هم اثرت على حركه. صحيح. السوق هاي سبب اخر. قبال هذا اكو حاله من الفقر والعدم. يعني هو اللي مثلا عنده راتب رعاية اجتماعية ما يكفي. صحيح. اليوم المبالغ تحتاج، المعيشة تحتاج إلى أكثر، لأن السلعة أكثر مما كانت عليه سابقا. فهذا حال البلد، أمور كثيرة يعني يمكن ناخذ آخر ساعة وياك ما تكفي. أحكي لك عن المجتمع. أنا أبو محمد العبادي. ونعم لك أبو محمد. يعني صراحة أبو محمد إنسان واعي ومثقف سياسيا واقتصاديا، عقلية بصرية. كلك يعني أنا يعني ما استغرب انه اهل البصر هذا النفس وهذه العمق. الحمد لله والشكر. هاي مدينه السياب هاي بالفعل. اي البصره المثقفين والبصره. خلص دراسه محمد؟ مخلص اعداديه بس مال الاول اللي تعادل جامعتكم اليوم. هسه انا اكتب بخطي وانت اكتب بخطك، شوف منو يغلب الثاني. تغلب 100%. عرفت شلون؟ خط ما يشاف. اي احنا والله انا يعني عندي امنيه. يعني اتمنى انه توصل على اعلى المستويات وتنتشر بالبلد، تصبح ثقافه عامه وتصبح مطلب. انا اتمنى من الدوله كل العوز، كهرباء، مجاري، تبليط، والله مو اهم امام التعليم، ان يرجع التعليم على ما كان عليه، يرجع احترام المعلم، يرجع اهتمام الطالب، العائله تهتم بابنها، نترك القضايا الملهيات. لان احنا اذا من خلال العلم، صاحب العلم اليوم متأمنة في كثير من الامور، لا ليس فيه شر، مثقف واعي يتفهم يحب بلده، امين الانسان المتعلم. محمد واحنا التجربة اذا ناخذ من اليابان والهند بعد المعارك اللي صارت والحروب اللي صارت، اول ما اهتموا بالتعليم وشوف وين وصلت الدول هاي. تعليم والقضاء. اي بالفعل. مو اعطينا القاضي راتب الوزير اعتقد ما اي الوقت ما يسع ما تحضرني هاي المقوله. اي فاتمنى انه على مستوى كافه السلطات اللي تستلم البلد، اللي هي سلطات عراقيه، احنا محتاجين اليوم الى عراقي، وان شاء الله الرجل اليوم اللي يستلم محمد شاع السوداني اكل له كل الاحترام وتامل به خيره. تعبنا. كنا تامل خير. تعبنا 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 يا عمي. احنا يعني انا مواليد 61، 35 اخذهن ذاك الملعون راحن بلاش، وهسه خذاهن داعش والاحداث الحاليه، يظل بعد بالعمر. بس نقول نفكر بالاخرين، نقول التعليم اولا. ان شاء الله. تعليم اولا. ان شاء الله بهذا التفكير وبهذا الوعي وبدوركم الابوي انك احنا كشباب. نعم. ان شاء الله تصير همه عندنا لبناء بلدنا نتعلم. والحجيه بدها تفتح الباب في ايدك الحجيه. موفق ان شاء الله. وسك. شرفت لقائك ابو محمد. يا طيب صراحه ابو محمد عقليه بصريه واعيه، يعني حكى بضمير عراقي، بحس عراقي، بحس وطني، يتامل انه تكون يعني البلد اهميه وللتعليم اهميه في كافه المفاصل وفي كافه مرافق الحياه. تواصلناكم اعزائي المشاهدين بحلقه ناسنا. شلونك حجي؟ اهلا وسهلا. شخبارك؟ نشرف بك. بك الشرف حجي. الله يحفظك. ابو من؟ ابو مصطفى. ابو مصطفى منين؟ ابو مصطفى البصرة القبلة. حياك الله. شلون القبلة؟ حلوة القبلة صارت؟ صارت حلوة هسه. ها. اي لا ان شاء الله احسن من قبل. اعتيادي فرق هواي صار. شو رايك مصطفى ذا بالسوق؟ والله لا السوق بس نقص شوية الوساخة. بس هي هاي تنظيف، يعني تنظيف. اي البلدية مو ذاك الاهتمام. تعال عن الشارع. اولا بالنسبة للحاويات قليلة. ثانيا شغلة السيارات اللي تكنس ليش ما موجودة؟ يعني بكل دول العالم موجوده هي. متعاقدون ويش عندهم شركات اهليه؟ لا هو على اساس عود الشركه العامه للسيارات. ما عندها الاجازه اللي تصدير سيارات مال اللي تكنس الشارع مال تنظيف. هو هذا السبب اللي على اساس اللي موجود. بس الخفايا شنو ما حد يعرف. صحيح. زين يقدرون فد قانون داخل مجلس النواب يقدرون يسنون هذا يقرون مثلا هذا الشيء الجديد، يعني بالنسبه للسيارات، سيارات التنظيف ليش ما جاي يجيبوها؟ ليش بالنسبه لل محتاج؟ يعني هسه البصره معتمده على سيارات الاهليه قطاع خاص هذا ياجرونها من المواطنين. نعم.
وبنجوز هاي مثلها حق، وهاي الاسواق اسواق حركه بها دائما مستمره. من الجراجات البلديه موجوده بها سيارات ما تضيف لولا موجوده، ليش ما يعيدون سيارتها؟ بالضبط هي هاي. ليش ما يعيدون؟ اليات هواي متوقفه خارج عن العمل. بالضبط هي هاي المشكله. السبب وين؟ يعني بقانون الدولة اكو يعني موجود برلماني شنو القانون؟ نعم تفضل. يعني ابو مصطفى اثار نقطة كلش مهمة، وهاي كانت قبل ايام على بالنا، انه الاليات اللي موجودة بالبلدية القديمة ليش ما يصير على الصيانة الها؟ بالضبط. تفيد الناس. نعم. يعني وهم تفيد الدولة، ليش بعد تصرف فلوس وتجيب سيارات واكو اليات بالمئات واقفة؟ انت اذا تروح الجراجات مال شايفها الان؟ شايفها. نعم شايفها وداخل بيها. كلها ظل عاطلة. وسبب يعني العطل مالتها شيء بسيط، ليش ما يعيدوها؟ ليش ما يصلحوها؟ ليش يأجرون من المدنيين؟ ما اعرف. مشكور ابو مصطفى حبيبي. طيب مشكورين قلبي. نعم اعزائي المشاهدين، ابو مصطفى اثار نقطه كلش مهمه، لابد يصير لها عنايه ويصير لها مراقبه من قبل الجهات المعنيه بالمحافظه. شلون حبيبي؟ شو اخبارك؟ يا طيب شلون صحتك؟ الله يحفظك. شو النقشات الحلوه هاي؟ الفراشات الحلوه هذا كله كاشان ايراني اصلي. كاشان ايراني؟ اي نعم. ايش قد الاصلي؟ اكو عندي ب 600 الف، اكو عندي ب 400 الف. تعال شباب وصلت بالمئات. هذا كاشان كله ايراني؟ كله ايراني الاصلي. الكاشان ايش قد يطولون به بالشغل؟ يعني اكو اليدوي هذا يطول سنين. بس اكو هسه هذا مالت الماكينه ايه يطول يعني الزوليه بحدود الاسبوع اكثر هيك. بس الشغل ما يجري يدوي طبعا، ذاك يختلف. ايه ذاك خيوط طبيعيه، هذا خيوط تصنيع. زين بس يبقى مثلا بمتانه معروف انه هذا الكاشان الايراني اكو 1200 اكو 700 اكو 500 اشكال. زين جد قلت لي الاسعار؟ اسعار اكو ب 600 الف، اكو ب 400، اكو عنده 150 وين اشكال. وين ام 600؟ ام 600 هذا. هاي ام 600 هذا كله على 600. كله على 600 هذا. ايه. واكو عندنا هذا ب 400 الف، واكو عندنا هذا بالباب على 150 الف. انتم هنا مختصين بالكاشان؟ بالسجاد الكاشان فقط. ناس لكم رغابه ياخذونه؟ اكيد. زين عندكم قطع قديمه؟ قديمه ما نجيبها هنا. لان مجتمعنا هنا يريد شيء مناسب. صحيح. شيء وصان السعر. صحيح. يعني القطع الأثرية غالية. بالفعل. الصيني التركي ما تشتغلون به؟ الصيني بالتركي موجود بالسوق. وانتم معروف ان شغلكم بس بالكاشان؟ بس سجاد كاشان اصلي. موفق ان شاء الله حبيبي. الله يديك. الله يسلمك. نعم اعزائي المشاهدين. شلون حجيه؟ اهلا اهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك يمه. نعم اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج ناسنا، على امل لقاء بكم بحلقات قادمه. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. اشوفكم والف خير.